العلم عم يرتفع على أراضينا جد، هيك الواحد بيشعر بفخر فخر وبشعر طبعاً. يعني حتى مبارح هو الجيش عم بيرفع هذا العلم، خلص الواحد شعر هيك بنشوة الانتصار، حتى لو هيك ما هي اتفاقية يا سيدي، احنا فرحانين ومبسوطين ومحنا معتبرينه هذا نوع من أنواع الفخر. صحيح. وهي تقدر للدبلوماسية الأردنية، وزي ما فرحنا بالكرامة فرحنا بالبقورة والغمر، واللي عم بيقلل من فرحتنا ما بنسمح لك تقلل بهذه الفرحة. أكيد. لأنه بنثبت كل مرة ومرة أنه الأردن بلد عصي، والأردن مسيج بمحبة أبنائه وثقته بقيادته الهاشمية وقيادته الحكيمة وبجيشه العربي الباسل.